ما أسباب الطلاق العاطفي؟ أسباب الطلاق العاطفي الخلافات البسيطة. والله لو تشوفوا نحن خلافاتنا في البيوت، هذا الطلاق لما يحصل، الطلاق يحصل من أجل أسباب ويش؟ تصدقوا إن زوج طلق زوجته بسبب إنه ما طاعت سد الباب، سك الباب، ما طاعت سك الباب، كانت معاندة ما طاعت سك الباب، قالها أنت طالق. بسبب يوم من الأيام خرجت من بيتها معصبة، بيت أهلها، أرسلها رسالة هذا الأستاذ الموقر قالها أنت طالق. الطلاق أصبح لعبة، بس فقط يتفوه بكلمة ما يدرك مخاطرها بعد ذلك. بعدين يروح حل 5000 شيخ، يوصل خارج السلطنة بقى رجع زوجتي. طيب ما عندك شيء آخر تستخدمه غير التهديد بالطلاق؟ ما عندك حل، ما عندك أخذ وعطاء. هل المشكلة تروح مع متخصص، تسأل أهل الاختصاص، تمتص غضبك، تعترف بخطأك، تتنازل؟ لا، حقيقة تغلب علينا العاطفة والانفعالات، ونتسبب في بعض الأحيان بقرارات قد تؤدي بنا إلى الهاوية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لذلك الأخطاء أيها الأخوة، أنا أقول لا بأس بالأخطاء، أهلا وسهلا بالأخطاء، أهلا وسهلا بالمشكلة. لماذا؟ لأن المشكلة تعلمك الخطأ، لكن الخلل، إن المشكلة ويش؟ الخلل أن المشكلة تتكرر، تتكرر المشكلة، تتكرر المشكلة، تتكرر تتكرر بدون حل. هذا الأمر يؤدي إلى الكبت. تجيك الحرمة في النهاية تقول لك أستاذ خلاص أنا وصلت إلى مرحلة الانهيار. وأنا أقول لكم حذروا من صمت الزوجة. أنا أقول لكم إياها صراحة، إذا الزوجة ما تتكلم صامتة أكبر مشكلة، لكن إذا تلعي ليل ونهار وتتنازع ترى أمورك طيبة. هذا مرة من واقع علمي، لأنها تفرغ. لكن إذا كانت تخزن وتخزن وتخزن، يمكن يوم الأيام ترجع بيتك تدور غداك بتحصلها بيت حيانها، عاد ما ترجع إلا بالمحاكم. وهذا هو حقيقة حاصل. إن كانت مشكلة تتكرر في البيت، عالج المشكلة، عالج أسباب المشكلة، ابحث عن الخلل، ابحث عن السبب. ما تقدر تطيف وتطيف وتطيف وتطيف، هناك تسمى ملفات معلقة. هذه الملفات المعلقة، الملفات المحفوظة مشكلة. ما نريد شيء في العلاقة الزوجية ملف محفوظ، نريد ملف ويش؟ نريد ملف واضح ومكشوف ومعلوم لدى الجميع. رجعت بيتك حصلت الزوجة معصبة، قال والله خليها تعصب تراها بترجع، يظل يعاند اليوم الأول والثاني والثالث، هي نفس الشيء. هل هناك مانع عندك إنك تروح يا فلانة بغى أعرف شيء، إيش معصبة بك؟ هل أنا أخطأت في شيء؟ هل أنا ارتكبت مشكلة؟ هل أنا صدر مني سوء تصرف وخلل معين؟ خبريني، صارحيني. إذا كانت العلاقة قائمة على هذا المنوال، هذه العلاقة ما شاء الله أنا أبشرها بأنها علاقة مستمرة. لكن إن كان هناك عزوف وابتعاد ونفور وعدم بحث عن حل لأي مشكلة تطرق، في النهاية أقول بأن هذه الأسرة مآلها إما طلاق عاطفي أو طلاق شرعي، كما هو الحاصل في كثير من ماذا؟ في كثير من البيوت. كذلك أيها الأخوة، من أسباب الطلاق العاطفي البرود العاطفي. نحن الرجال يتهمون بأن عندنا برود عاطفي، صح ولا خطأ؟ نعم، دائما النساء يشتكين بأن نحن عندنا جفاف عاطفي. أنتم ما رأيكم بهذا الكلام؟ شيء منا نعم، برود عاطفي. تحصل الزوج أحيانا يتواصل مع حساب وهمي، وتحصل يغدق على ذاك الحساب كلمات الحب، ينقلب مجنون ليلى، لكن كلمة واحدة حال زوجته يوم الأيام ما عبرها حال زوجته، كلمة واحدة. السؤال لماذا؟ هل هذا الإطراء الجميل للزوجة يتناقض مع رجولة الرجل؟ بعض الأزواج يعتقد بأننا فضيحة أنا أعبر عن كلمات حال زوجتي، فضيحة أنا أثني عليها في شكلها مثلا، في زينتها مثلا. ما نريد نتبحر أكثر صايمين، نتبحر في مثلا قصات شعرها مثلا، في مكياجها مثلا، حالك أنت طبعا، بكلمات تغدق عليها ببعض الكلمات. هل هذا قدح في الرجولة؟ بالعكس، هذا من كمال الرجولة. يعتقد البعض بأننا لو بادرت بزمام المبادرة
بديت وعلقت وعقبت حال زوجتي بأن هذا نقص وخلل. إذا لم تعقب ولم تصرح بشيء هذا أكبر مشكلة. والحال بالنسبة كذلك للمرأة، المرأة تريد الاهتمام، تهتم ما بس فقط بشكلها، تهتم بكلامها، تهتم بمشاعرها، تهتم بخدمتها، تهتم بشكلها. والرجل يريد ماذا؟ يريد التقدير. الرجل يقدر بالتضحيات. ترى الرجل ما آله، اسمع عنه هنا حضرات، ما حد حاضر للأسف شديد. الرجل ما آله أيها الأخوة يكد، الرجل ما وظيفته توفير المستلزمات الأساسية. الرجل يشبع رجولته بالتقدير، أحسنت فلان، مقدرين جهدك، مقدرين تعبك، مقدرين تضحياتك، أنا ممنونة بهذه الأشياء اللي تقدمها لنا. الحريم يقول إن هذا واجبات، نحن ما حد قتل علاقتنا إلا كلمة واجبات. والله واجبات أن يجيب لي أنا، إلى متى يجيب الرجال ما محصل مقابل، وهي تعتقد بأن قلبه عبارة عن حجر. قلوب الرجال ليست حجارة، لكنهم لا يعبرون مثل ما تعبر ماذا؟ النساء. ولذلك أيها الأخوة كثرت معنا الخيانات. الخيانات عندنا مرة بشكل غريب وعجيب، وأقولها صراحة، تسمع المرأة كلمة كلمتين من رجل إلا تبدأ تلين معاه، تقول لك فلان حسستني بأن فعلا أنا أنثى، وجدت كلماتك يضرب في الوتر الحساس. والزوج خبر خير، يخرج من البيت الصباح ويرجع آخر الليل، يحصل الأكل جاهز وينام، والحال نفسه في اليوم الثاني. والمرأة نفس الشيء، يكدح ويكد ويجتهد، وبرود عاطفي ونفور جسدي، ما بس فقط برود العاطفي في المشاعر، حتى البرود الحميمي مشكلة، حتى الاتصال العلاقة الخاصة بين الزوجين مشكلة. حقيقة هذه مشكلة تهدد عش العلاقة بالانهيار ما لم يتدارك الأمر من بدايته. تشبع المرأة بالاهتمام، ويشبع الرجل بماذا أيها الأخوة؟ بالتقدير. إذا لم تشبع المرأة بالاهتمام ولم يشبع الرجل بالتقدير، والله صدقوني هذه العلاقة ما تستمر. إذا استمرت يحدث بينهم طلاق عاطفي، وفي الغالب أقول كلمة في الغالب أقولها لست مبالغ فيها، في الغالب الرجل أو القلب الذي لا يجد الاحتواء يبحث عن الاحتواء وين؟ نعم، يبحث عن الاحتواء في الخارج، خاصة من قبل البنات، ما بس فقط الزوجات والأزواج، حتى المراهقين والمراهقات. تصور بنت مراهقة أتسمع كلمة طيبة في البيت، ما يوم الأيام أبوها جلس معها، أمها جلست معها، قالوا لها فلانة كيف وضعش، صديقاتش، يعني حاجاتش، نواقصش، أمورش، أحوالش، يعني متطلباتش، ما في. للأسف الشديد صارت البيوت خاوية جافة من هذه الأشياء. بالتالي لما تبتز الفتاة أو تجد كلمات من بعض الذئاب البشرية خارج إطار العلاقة الشرعية، تبدأ بعد ذلك الانتكاسة والابتزاز والخيانة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه كان يقوم بالدعوة وعند الكافرين والمنافقين والمشركين من غير الوضع المجتمع المسلم، لكن مع ذلك كان لا يغفل عن الحاجات العاطفية لنسائه، حتى كان يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يدلعها بعائش. اليوم فضيحة أقول أم فلان، هاو تجيب اسم زوجتي، هو وافق بالملكة حاضرين 1500 شخص ذاكرين اسم زوجته، لكن فضيحة أنه يقول أم فلان، والله ليست فضيحة. من تصلبك أم محمد؟ سلامات، في مشكلة؟ لا ما في مشكلة. الفضيحة أجيب اسم زوجتي فضيحة كذا، أنا ما أقصد أنك تروح تخبر وكل شيء، لا، لكن نحن نحتاج حقيقة، نحتاج إعادة فرمتة وفلترة في الجانب المشاعري في علاقاتنا، حتى المسميات. ما شاء الله أشوف اليوم لباس طيب، أشوف اليوم زينة حلوة، أشوف اليوم طبخة جيدة، أشوف اليوم بيت نظيف، هكذا تستمر العلاقة. ما تستمر العلاقة بالسكوت، أو أنا نحب في القلب، مو نبغى نحبك في القلب أنت،
إلى متى حبك في القلب؟ الحب أيها الأخوة يترجم أقوالا ويترجم ماذا؟ أفعال. لكني أريد أن أنوه على كلمة مهمة جدا. من كان، أنا أقول للنساء والمحاضرة مسجلة، أقول دائما للنساء، في بعض الأزواج لا يتقنون يعني التعبير عن المشاعر بويش؟ بالأقوال، لكنهم يعبرون عن حبهم بماذا؟ بالأفعال. فلانة مريضة على مشغلنها السيارة في الليل الساعة 3 بالليل، شافع عنده حمى على مشغلنها السيارة، باغي يشيلها المستشفى. هذه تعتبر يعني تعبير عن الحب بالأفعال. فلان ناقصني حاجة مهمة شخصية، يريد يجيب لي إياها، تو يقحم سير يجيب لي إياها. ناقصنها حاجة مهمة، تريد تروح بيت أهلها، تريد تروح للمستشفى، تريد تشتري أشياء خاصة، تريد تفصل ملابس، تريد حاجة حال أولادها. الزوج ما مقصر، هذه علامة حب، هذه تعتبر من علامات الحب. الحب دائما أقوال وأفعال واعتقاد. لكن النساء يشتكين، يقول لك أنا عارف ما مقصر هو معي، لكنني أنا أريد في الجانب المشاعري، أريد في التعبير. إذا كانت زوجة تشوف أن هذا الجانب يغطي، فإيش اللي يمنع؟ ما يمنع الإنسان يتغزل ببعض الكلمات. إذا لم تتغزل بزوجتك وأهلك وأقرب الناس إليك، يعني بمن تتغزل؟ وما هي النتيجة المرجوة إن حصل فعلا جفاف وصمت وطلاق عاطفي كما هو حاصل في كثير من ماذا؟ في كثير من البيوت. كذلك أيها الأخوة، من أسباب الطلاق العاطفي وجود خلل في الشخصية. بعض الشخصيات عندها خلل. كيف خلل؟ خلل في الشخصية ينظر إلى نفسه من زاوية بأنه إنسان فاشل مثلا. والله أستاذ أنا زوجتي تكرهني، والله أنا زوجي ما يحبني، والله أنا أعتقد بأن زوجي كذا، وأعتقد أن أنا كذا، وأعتقد ما فاهم شخصيته. عندنا كثير من الناس ما فاهمين شخصياتهم، بالتالي يتناقضون في تعاملاتهم مع أنفسهم، وفي تعاملاتهم مع شركاء ماذا؟ وفي تعاملاتهم مع شركاء حياتهم. أيها الأخوة، أنا أقول لكم يا صراحة، كل إنسان جالس معنا الآن عنده طاقة هائلة في مجال معين، يمكن مكلمكم عنده خبرة في مجال الإلقاء، الشيخ سعيد عنده خبرة في مجال التجارة، محمد عنده خبرة في مجال الخطابة، ثالث عنده خبرة في مجال اللغة، رابع عنده خبرة في مجال الإلكترونيات، خامس عنده خبرة في مجال الاحتواء أو تربية الأبناء، وسادس وسابع وثامن وتاسع. بالتالي لا تنظر إلى نفسك بأنك إنسان غير قادر، أو بأنك إنسان فاشل، أو بأنك إنسان غير منتج. تعتقد نفسك بأن شريكك ما يحبك، هذا الخلل اللي حاصل. فلان ليش ما تبادر؟ فلان ليش ما تصرح؟ فلان ليش ما تتنازل؟ قال أنا أساسا ما تحبني، من قال لك أنه ما تحبك؟ قال أنا أساسا ما حد يقدرني، من قال لك أنه ما حد يقدرك؟ قال أنا أساساً ما لي وجود في البيت، من خبرك؟ هذه الأشياء ناتجة عن تصورات الإنسان عن ماذا؟ عن تصورات الإنسان عن نفسه. بعض الشخصيات تارك لكلام الناس، مخلتنا كلام الناس مرة هو الصح. أنا أخبركم عن نفسي، أنا إنسان، سامحوني وقت كرر كلمة أنا لكني ما أقصد شيء، أنا الله تعالى ابتلاني أكون إمام وخطيب. لو تسمعوا ذاك الحش اللي حش بالإمام ليه ونهار كانت تستغربوا. بعدني ما واحد مخلص صلاة التراويح، ما مخلص الدعاء، قال واقف ترفع صوتك، قول الحمد لله. وهذا الشخص اللي ينتقد، لو قلنا له تقدم صلي بالناس بيموت قبل أن يكبر تكبيرة الحرام الخوف. فكلام الناس واقف أيها الأخوة، كلام الناس ما ينقطع، كلام الناس. خلينا من هذا الكلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له أنت إنسان كاهن، قالوا له أنت إنسان ساحر، قال له أنت إنسان كاذب، قال له أنت إنسان منافق، واتهموه في عرضه الشريف، بعرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يترك لكلام الناس ماذا؟ لم يترك لكلام الناس باع، ولم يجعله اهتمام، ولم يجعله سلم. فبالتالي إذا كنت تنظر إلى نفسك من زاوية بأنك إنسان ناجح،
ستكون إنسان ناجح وإن تكلم عنك الناس. هذا تقييم، هذا تقييمك أنت، هاي تقييمك أنت، أنا لست مسؤول عن تقييمك. أنت تقيمني بأن فاشل، تقيمني بأن إنسان غير منتج، تقيمني بأن إنسان غير مؤدي لرسالتي، تقيمني بأن إنسان ما أستطيع أم بالناس. هاي تقييمك أنت، أحترم تقييمك أنت، لكن أجعله سلم أولوية وحقيقة مسلمة، هذا في الحقيقة خطأ. بالتالي أيها الأخوة، نجاح الإنسان ينطلق دائما من نظرته لنفسه. نحن من بداية الصباح، أول ما نستيقظ الصباح، تتراود عند الإنسان أفكار: أنا فاشل، أنا سيء، أنا غير محبوب، أنا غير منتج، أنا صومي ما مقبول، أنا زوجتي ما تحبني، أنا أولادي كرهوني. والله أغلب تلك الاتهامات إن لم تكن كلها اتهامات باطلة، للأسف الشديد نحن نصدق هذا الكلام، بالتالي نطبق حقيقة ما يتراود إلينا من أفكار في واقع حياتنا. كم من إنسان أنا أعرفه متشوق إنه يتزوج، متشوق، طبعا تفتر الهمة بعد فترة يعني لأسباب كثيرة، لكن لما يجد الشريك الآخر ما نقدرنا، لما يجد النقد، يجد الشكوى، يجيب أغراض البيت بالكامل ما شاء الله عليه، كامل جايب أغراض البيت، نسيان الجزر الكيلو ب350، قالت للزوج أنا عرفت أنك متعمل وأنك ما في خير. كيف الواحد ينتج؟ كيف الواحد يبدع؟ كيف الواحد يضحي؟ وهي أنا ترى ما مع طرف، أنا ما مع رجال ولا مع النساء، أنا مع الطرفين. ويتهمون أنك مع طرف على حساب طرف آخر، وهذا كلام ما صحيح. وجايبة ما شاء الله عليها سفرة الإفطار، ما سويت ذيك الأيام، ما جايبة، ما أعرف أكلة معينة، ما جايبة، قال الزوج متعمدة ما بتجيبيها لأن أنا أحبها، لا، لكن عارف أنها أنا برد صاع صاعين على هذا الشيء. أيها الأخوة، نحن نحتاج إلى كلمات التشجيع، نحتاج إلى كلمات الثناء. والله إن كنت ترى في الطرف الآخر نقصا وعجزا وخللا، تستطيع أن تعالج ذلك الخلل بالحنكة والحكمة والصبر والتنازل في بعض الأحيان. ترى ما في إنسان ما يخطئ، ما في إنسان كامل، ما لا يخلو بيت من مشكلة. فبالتالي أرجو حقيقة أن يكون للتشجيع، وأن يكون للتعزيز، وأن يكون للتركيز، وأن نقل من الشكوى، نقل من الشكوى والتذمر، ما أكثر الشكوى والتذمر. بيوت ما شاء الله قائمة، لكن لا تسمع، لا تشاهد كلمة إطراء، بس إطراء مديح في بعض الأحيان، كلمة واحدة: أحسنت، جزاك الله خير، الله يبارك في رزقك، الله يبارك في سعيك، أحسنت فلانة، ربي يجزيك الخير، الله يبارك في سعيك، الله يبارك فيك، الحمد لله أنك الله تعالى جعلك قرة عيني، والحمد لله أنك هدية من الله، والحمد لله. أيها الأخوة، أرجو من الله عز وجل وأرجو منكم جميعا أن نعيد النظر في تعاملاتنا مع بعضنا، وأن نعتقد اعتقاد، يعني ليس اعتقاد وإنما هو تأكيد، بأن لا يخلو أي بيت من مشكلة. وأرجو إن كان هناك فعلا جفاف وسوء فهم وخلاف، المشكلات تحل بالحوار، المشكلات تحل بالتنازل، المشكلات تحل بالهدوء، ما تحل برفع الصوت، ما تحل بالعنف، ولا تحل بالمحاكم. مشكلة العلاقة الزوجية إذا وصلت إلى المحاكم، هذا المحاكم مشكلة نغزة في القلب. كيف تريدني أرجع له راح تشكيبي؟ كيف تريدني أرجع له ورايح مسوي لي محامي على سب؟ كلها أشياء بسيطة أيها الأخوة. والله نحن نفتقد حقيقة في كثير من بيوتنا إلى القدوة. من هو الإنسان القدوة؟ هو الإنسان الذي يراعي، الإنسان الذي يقدر، الإنسان الذي يتنازل. ما تجد شريك حياة مثالي. إذا بغيت شريك حياة مثالي وكامل، هذا تحصله وين؟ هذا تحصله يوم القيامة في الجنة، هناك الشريك الكامل والمثالي. لكن في حياتنا الدنيوية وفي علاقاتنا الأسرية في الوقت الحالي، تجد النقص وتجد الخلل وتجد الخطأ، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين ماذا؟ التوابون.